السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليناردو دوت اي اي من افضل مواقع لتحويل البرومت لصور، بينافس ميد جورني، لكن الميزة ان هنا مجاني الى حد ما، يعني كل يوم بيديك نقط، ولو انت عايز نقط اكتر ممكن تشترك بفلوس، لكن ميد جورني لازم تشتري، مفيش حاجة اسمها مجاني، ما عندوش حاجة ببلاش. طيب هنشوف شوية مزايا جميلة جدا في ميد جورني ما اتكلمناش عنها قبل كده. ليه ما اتكلمناش عنها قبل كده؟ لانها لسه نازل بقى جديده، مكانتش موجوده لما اتكلمنا عن النهارده قبل كده. طيب هنبدا مع بعض ان شاء الله. ليوناردو، طيب احنا اتكلمنا على ايمج جنريشن، النهارده بقى هنتكلم على لايف كانفا. دي فكرته جميله قوي. انت عايز تعمل ايه؟ مثلا عايز ترسم قطط كاتس، ماشي، بدا يرسم لك القطط اهو من غير ما نعمل حاجه خالص. ممكن بقى نعمل ايه؟ نبدأ نرسم مثلا اهو الوش بتاعها اهو، نرسم كل حاجة انت بتعملها هو بيبدأ ان هو يرسمها لك. فالفكرة دي جميلة، شفتها في كذا موقع قبل كده، لكن بأمانة شديدة بتجورني بتفوق جامد جدا في القصة دي. ماشي، تقدر بقى تعمل ايه؟ الجسم بتاع القطة، هو يحاول يعمل فولو ليك. لاحظ ان هو مغلطش خلى ليها اربع يود ولا حاجة، لا ده ماشي. ايه، بيحاول كل ما برسم خط بيحاول ان هو يحسن الصورة. هنا بيقول له التخيل بتاعك، يعني هنا بدأ تبقى غلط، كل ما تزود هيعمل لك ابداع اكتر. تمام، بدأ يعمل لك صورة روعة 100%، بيعمل حاجة ايه، ادفانسد شوية. تمام، وهنا الستايل، يعني ممكن تقول له انا عايز الصورة سينمائية، لا ده انا عايزها مثلا دايناميك. مجرد ان انا بختار كده بيغير لك كل حاجة. طيب لو قلت له لا خليها دوج، معرفش الصورة دي جت منين، يعني محدش يقول ان انا بغلط حد، هي كده كان هو بيعمل حساب تحت الجزء الثاني. طيب ممكن نخليها مثلا ايه، مثلا طب خلينا نقوله فش، مثلا فش سمك. تمام، انت بترسم له الخطوط العريضة اللي انت عايزها، وهو يبدأ يكون لك الصورة بالشكل دوت. طبعا هنا عايز كل ما ترسم خط يبدأ يعدل معاك ولا يستناك. طيب خلينا في الريل تايم افضل بكتير، ممكن نقول له سكتش كولر. طيب عايزينها مثلا انيمي. تمام، طيب جايدنس قد ايه؟ طيب خلينا نشوف كده لما نعدل. طيب ممكن نقول له احنا عايزين مثلا نمسح الصورة كلها، ونبدأ احنا نعمل حاجة خاصة بينا. نقول له ان ده بيلدينج. ده بيلدنج انمي، لا ممكن نقول له احنا عايزين انفيرومنت مثلا بالشكل دوت. دي ميزة جميلة جدا ان انت الشخبطة بتاعتك بتبقى لوحات فنية. الصراحة تجربة ممتعة، وممكن حتى تخلي الأولاد عندك يجربوها ويستمتعوا بيها. تمام، بالشكل دوت امسح. ماشي، خلينا نقول له مثلا ايه، مثلا ممكن تقلل الكرياتيفيتي بالشكل دوت.
تجربة جميلة ومسلية، هتعجبكم إن شاء الله، أتمنى يا سيدي.